هذا القانون صدق عليه في الكنيست قبل كم يوم بأغلبية 14 ضد 3 أعضاء. هذا القانون الهدف منه أنه التحكم في الأشياء اللي المواطن العربي أو المواطن في الدولة يستهلكها، يعني الأشياء اللي مسموح ممنوع للمواطن العربي في الدولة يشوف يشاهدها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. بهدف للقانون انه عدم تاثير مواقع معينه على عقليه الانسان، لانه على ما يبدو من دراسه المخابرات ممكن انه مشاهده مثلا مضامين تابعه لحماس، او هو القانون بيختص بحماس وداعش فقط، يعني بس بهذول التنظيمين. الخوف على ما يبدو عند المشرع انه الانسان اللي بيشاهد كثير مضامين لهي التنظيمات انه يتاثر في الايديولوجيه تاعت هي التنظيمات، وبالتالي ممكن انه هذا الانسان من ناحيته ينضم لهذا التنظيم او يدعم هذا التنظيم. فهذا الهدف من القانون اللي حكينا عنه. هذا القانون نستنى انه يتم نشره في الجريده الرسميه. هذا القانون طبعا حبيت احكي انه هو قانون مؤقت لمدة سنتين، يعني بعد سنتين هم كاتبين في القانون، بعد سنتين يتم دراسته وتقييمه هل يمددوه أم لا. يعني هل معنى القانون من الناحية العملية هو منع الدخول إلى القنوات الداعية للتابعة لحركة حماس؟ طلع القانون ضبابي جدا، يعني للأسف كان في عدة اقتراحات لنص القانون، في الآخر توصلوا لنص اللي بيحكي أنه اللي بيشاهد هاي المضامين في شكل اللي يعني أو بظروف اللي بتشير أنه هذا الإنسان يتماهى وبدعم هاي التنظيمات، فهو يقع تحت دائرة المساءلة القانونية في عقوبة مدتها يعني أقصاها ثانية. حطوا ثلاث خيارات، يعني من هاي الخيارات انه الانسان بيشاهد بشكل، حبيت اكد بس بشكل متكرر، مش لا الانسان شاف مره يعني بتقدم فيه لائحه اتهام، لا هم بيحكوا عن شكل في ضبابيه. شو يعني شكل متكرر؟ هم بيقولوا اللي بيستهلك هاي المواد بشكل متكرر متمشيخ يعني باللغه العبريه بقع ضمن المسائل القانونيه. هسه المضامين اللي هم بيشوفوا انها هي ممنوع الواحد يشوفها اعمال ارهابيه، يعني اذا واحد بيشوف او بيشاهد اعمال تفجيريه اطلاق صواريخ كذا او اشياء داعمه للارهاب او مضامين اللي فيها دعوه لتنفيذ اعمال ارهابيه، اذا واحد من هاي الشغلات بتتحقق هم الانسان من ناحيتهم اذا بيشاهد بشكل متكرر من ناحيتهم هذا خالف القانون زي ما حكينا. ما هي الاشكاليات الكامنه في القانون؟ طلع القانون مش واضح، يعني القانون ضبابي جدا. شو يعني كلمة انه الانسان بشكل مستمر او متمشيخ يعني متواصل؟ كديش متواصل؟ يعني مرة في الشهر، مرتين في الشهر، اذا واحد يعني 3 مرات في الشهر؟ يعني في عدم وضوح في القانون، خصوصا انه القانون بيقول لازم الاستهلاك في ظروف تشير لدعم التنظيم. شو يعني الظروف اللي تشير لدعم التنظيم؟ هو قانون ضبابي جدا للاسف، وحتى النص تاع القانون نفسه مش واضح، يعني مش الاصل في القانون يكون واضح وصريح، اساس المواطن يعرف ما المسموح وما الممنوع. الضبابيه في هذا القانون برايي اكثر من الوضوح والشفافيه فيه. طلع القانون، هذا القانون بيحكي انه اذا في كلمه باللغه العبريه، انا طبعا القانون بالعبري بتوم ليف، يعني لو واحد يعني مثلا وصلك خبر، وصلك رابط فتحت، يعني وانت بتبحث في الانترنت شفت مقطع لتنظيم حماس او داعش اللي فيه عمليات وكذا، يعني مش انت بحثت، يعني بقدر الله وصلك وشاهدت فيش فيها شيء، يعني بيقولوا بتوم ليف، يعني بطيب نفس طيب خاطر يعني او بحسن نيه، التقدير الاصح يعني بحسن نيه، مش انت بتبحث ولا نيتك انك انت تدعم هذا التنظيم فيش فيها يعني اي اشكاليه قانونيه، او اذا انت بيصلك خبر اعلامي مواقع اعلاميه هي ما فيها اشكاليه. والقانون طبعا بيحدد انه يعني لمصلحه الاعلام مسموح نشر اشياء مثلا، طبعا في تسنزورة في الرقابة القانونية الموجودة، والشغلة الثانية للدراسة، يعني إذا الإنسان بيعمل بحث مثلا عن تنظيم داعش في إطار أكاديمي مسموح أنه يشوف هاي الشغلات لصالح دراسته. يعني بس حبيت أأكد القانون بس بيحكي عن مضامين داعش وحماس، يعني ولمدة سنتين من تاريخ نشره. هل هناك قانون مشابه في دول ديمقراطية؟ في طلع بريطانيا عندها قانون اللي بيمنع استهلاك مواد اللي فيها تصنيع مواد تفجيرية كذا لتنظيمات. فرنسا حاولوا انه يسنوا زي القانون وفشلوا اكثر من مرة. فانا يعني لم ارى مثل هذا القانون اللي بيتحكم شو الانسان مسموح وممنوع يشوف. يعني في قانون زي هيك اللي بيحكي عن يعني استغلال الاطفال في، يعني بس هذاك القانون كان يعني ممنوع مشاهده اشياء اللي هي بورنوغرافيا للاطفال، اي طبعا لحمايه الاطفال. هذاك يعني انه مثلا حتى اللي بيروج لهي الشغلات، من غيره ما شفتش قانون.
إلى أي مدى يؤثر القانون على حرية التعبير عن الرأي؟ طلع الإنسان عشان يبلور رأيه لازم يشوف الطرف الآخر، يشوف يعني الجميع، يسمع كذا، فالإنسان راح يخاف يسمع أو الناس تكون في توجس لدخول مواقع إخبارية، راح تكون في توجس يعني أي معلومة تصلهم يصيروا عندهم شك أنه مسموح أشوف هاي المعلومة أم لا. فهذا طبعا الإنسان فكره مبني على المعلومات اللي عنده، فهذا بحد من المعلومات اللي تصل للإنسان. كثيرون شاهدوا وتابعوا قنوات في الإنترنت ومنصات التواصل توثق الأحداث التي ارتكبتها حماس في غلاف غزة، فهل هذا يعرض من يتابع مثل هذه المواد للخطر؟ إذا المواقع إخبارية عادية اللي هي من قنوات غير معلن عنها أنها قنوات ممنوعة ففيش إشكالية، أما إذا مثلا واحد بيتابع مثلا موقع اللي هو أو موقع إخبار اللي هو مصنف كيتبع لداعش أو حماس فممكن يقع تحت طائلة هذا القانون نوعا ما، لأنه طبيعة الحال هاي القنوات فيها أكيد تحريض ضد الدولة وأكيد فيها بيعرضوا مقاطع لأعمال اللي الدولة تصنفها يعني ممنوعة تقع ضمن إطار المحاسبة القانونية يعني أعمال إرهابية، فلذلك يعني أنا أنصح بعدم الدخول لهذه المواقع. أما المواقع إخبارية عادية فيش إشكال. إلى أي مدى برأيك يعي الشباب اليوم بتبعات هذا القانون؟ طلع القانون إذا يعني بس ينتشر راح يكون له تبعات كثيرة. ليش؟ لأنه إنسان نفرض طبعا القانون صار مفعول من يوم إصداره، نفرض شخص اعتقلوه على قصة نشر يعني منشور على الفيسبوك اللي هو يعتبر تحريض وكذا وكان القانون ضبابي، فبطبيعة الحال في هاي الملفات اللي بتابع هذا الملف في وحدة السايبر في الشرطة الإسرائيلية، وحدة السايبر لما تيجي تعتقل إنسان في على قصة فيسبوك وشغلات مناشير زي هيك يكون معهم بشكل عام أمر من المحكمة بالضبط وتنزيل المعلومات الموجودة على الهواتف النقالة والحواسيب، فيعني بتأتي الشرطة اللي تعتقل إنسان بتضبط الحاسوب بتاعه والتلفون، بكون نية الشرطة إنها تحقق معه على المنشور الوحيد اللي نشره في الفيسبوك، فبيكتشفوا إنه في عنده استهلاك مثلا مضامين كثيرة لمثلا تنظيم حماس أو داعش، مما يعرضه يعني كان لائحة اتهام من بند واحد بصير عنده لائحة اتهام من بندين اللي هي البند الأول، هو اثنين بنفس البند 24 لقانون مكافحة الإرهاب، بس في بند التحريض وفي بند الاستهلاك، بصير عنده بند ممكن عقوبته 3 إلى 5 سنين وبند عقوبته سنة، فبيكون وضعه أصعب. هل ترفعت بقضايا في هذا الشأن؟ حاليا القانون بعده جديد يعني بعده مستنى، أنا فحصت يعني كل يوم بفحص بعده لم أرى أنه تم نشره، يعني المفروض أنه بالأيام القريبة، فلسه يعني الأمر يعني لم يدخل حيز التنفيذ. الناس يشعرون بقلق بشأن هواتفهم من أن تكون مراقب، هل قلقهم هذا في مكانه برأيك؟ طلع المخابرات يعني عندها اظن التكنولوجيا انها تراقب الهواتف يعني، وفي اليوم تطبيقات اللي هي خفيه ممكن تسيطر على التلفون والانسان يعني لا يعلم، فاعتقد انه الناس اللي المخابرات معنيه تراقب هواتفهم اذا هي معنيه واذا كان معها تصريح وتخويل انها تراقب التلفون ومعها اوامر في مراقبه الهواتف ففي بالامكان انها يعني تنفذ هذا الشيء طبعا اكيد. سؤال أخير، بماذا تنصح الشباب والجمهور عموما في هذه الأيام العصيبة؟ يعني أنصحهم بالتزام الصمت يعني وإذا بدهم يتابعوا الأخبار فقط المواقع المعتمدة المعروفة المحلية ويقللوا من المشاركات والمناشير على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي.